إخواني أخوات، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نجيب لكم واحد الوصفة ديال هاد بيغل موربيد. هذا بيغل موربيد اللي هو حبوب مستنبتة جاهزة، يعني ما يخصك فيها لا خضرة لا تنقية لا تنقي هادي ولا هادي. هادو داروا لنا حبوب مستنبتة جاهزة. هاد الحبوب المستنبتة جاهزة كتكون اللي فيها عديد ديال الفيتامينات، اللي فيها ويل ديال الفيجيتال، وفيها فيتامينات كالفيتامين A والبي 1 بي 2 بي 3 بلس بي 5 بلس بي 6 بلس بي 9 بلس بي 12 زائد 4 زائد فيتامين سي والفيتامين E بلس الاش وزائد الاسيد اميني. اذا غادي ندوزو المود دومبلوا ديالنا اللي غادي نديرو به هاد لو بيرل موربيد. المود دومبلوا ديال هاد البيرل موربيد غادي نديرو 100 غرام ديال لو بيرل مع 200 غرام ديال الماء. انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نستعملو. كيفما كتلاحظوا معايا الا فتحناه شوفوا كيفاش داير. نحاولوا نعبروه بالجرام، نديرو 100 غرام. من بعد ما درنا 100 غرام ديال بيرل موربيد كنديروا 200 غرام ديال الماء. انا كنستعمل ماء معدني. بعد ما درناهم معبرنا هذاك المسائل ديالنا كنخليو واحد مدة ديال 15 دقيقة على ما يتنفخ لنا هاد الحبوب المستنبتة الجاهزة. واحد شوية نرجع لكم ان شاء الله. من بعد ما دازت 15 دقيقة كوليني على هاد الطريقة هادي كيف كتنفخ، كل حبة كتشد بلاصتها. نحاولو نديرو في الطاسة هادي باش نخلطوه. انا غادي نخلطو مع الباطي، يعني بلا ما نديرو مع الخضرة حيت هو راه فيه كلشي. على هذه الطريقه هذه نزيدوا عليه واحد شويه ديال الباطي. البركه كنحاولوا نزيدوا عليها واحد 100 مليلتر ديال الطوليامين. نعاودو نخلطوها وكنعطيوها الفريخات ديالنا بالصحة والعافية وفرصة سعيدة وإلى اللقاء.